بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. نحن في رحاب الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم الذي يعلوه النفحات وتحيطه البركات، عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. شهر رمضان شهر الصيام وشهر القيام، شهر التضرع إلى رب الأنام، وليس الصيام هو الامتناع عن الجوع والعطش فحسب، إنما الصيام هو صيام الجوارح. فصيام الجوارح لا يكون إلا بأن نكون صياما خالصا لوجه الله عز وجل، حتى لا يكون صياما كصيام العوام، وإنما يكون كصيام الخواص. فصيام الجوارح لا يستقيم ولا يكون إلا بحفظ اللسان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن هنا تكمن خطورة اللسان، فاللسان هو عضو، وإن كان عضو صغير الحجم، ولكن في طيبه عظم الكلام، وفي قبحه فظيع الجرم. لذلك نجد له في الخير مجال رحب، وفي الشر ذيل سحب. لذلك هو منة من الله، ووجب علينا أن تكون أمانة، ونحافظ على كل كلمة تخرج من هذا اللسان. وعلينا أن نتدرب في شهر رمضان الكريم على كيفية حفظ اللسان، نتدرب على الكلمة الطيبة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، فنجده إذا تكلم كان في كلامه العبرة والموعظة، وإذا صمت كان في صمته الوقار والحكمة. فكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلمة، ولذلك نجده صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فكلامه قليل ونظمه جميل، وفي وقعه يروي كالسلسبيل، وإذا صمت كان في صمته السكينة التي تشفي القلب العليل. لذلك علينا أن نتحرى من اللسان، وأن نراقب كل كلمة، خاصة في شهر رمضان، ونتدرب على حفظ الجوارح، لأن اللسان هو أساس الجوارح، هو الذي يحفظ الجوارح ويستقيم به باقي الجوارح. فيقول المولى عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي رقيب محافظ يسجل كل كلمة وكل حرف. فلذلك علينا أن نتحرى ونحذر جيدا في هذا الشهر الكريم من آفات اللسان. فآفات اللسان تكمن في عدة آفات ومخاطر، أهمها الكذب الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعده خصلة من خصل النفاق، إذ قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لذلك كان الكذب من أبشع وأفظع الذنوب التي ممكن أن يقع فيها العبد، فعلينا أن نتحرى الصدق في هذا الشهر الكريم. من مخاطر اللسان أيضا الغيبة، النميمة، الاستهزاء بالآخرين، السخرية، نشر الأخبار الكاذبة. وخاصة هذا في هذا الشهر الكريم علينا أن نتحرى، فإنه من أخطر مخاطر اللسان نشر الأخبار الكاذبة. كبر مقتا عند الله أن يحدث العبد بما يسمع، فيسمع مجرد السمع ولا يتيقن من الخبر ويأخذ أن ينتشر فيه. هذا من آفات اللسان ومخاطر اللسان، فقد يقع بنشر هذا الخبر أو بهذا الخبر الذي لا يكون قد يكون صحيحا، قد تقع فيها أمة يهز من استقرارها ويهز من أمنها. لذلك علينا أن نتحرى هذه الآفات، وأن يركز المسلم في هذا الشهر الكريم على حاله مع الله، وأن يرتقب حاله مع الله، فيرتقب في كلامه ويرتقب قلبه. ونفعنا الله بهذا الشهر الكريم، وأرسل علينا وأزدل علينا من نفحاته وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.